الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، والحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المنزل عليه من ربه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فبلغ صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، ما ترك شيئا يغرب الناس إلى ربهم ويدنيهم منه إلا أمرهم به، ولا شيئا يبعدهم عن مرضاته ويدخلهم النار إلا حذرهم ونهاهم عنه. الذي حذر الله الناس جميعا عن مخالفات ومنازعات ومشاغغات أوامر هذا النبي الكريم، فقال جلت قدرته: ومن يشاغغ الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. نواصل درسنا في بغية الصورة، واليوم إن شاء الله نحن في أواخر هذه الصورة، أي صورة الزمر، وفيها مشهد من مشاهد الغيامة. والله سبحانه وتعالى كثيرا ما يحدثنا في هذا القرآن عن مشاهد الغيامة، عشان من هنا أنت تكون عارف اللي بيحصل شنو يوم الغيامة. يعني الإنسان ما بيمشي مجهول، بيمشي من هنا وهو مقتنع وهو متأكد وهو عارف كل شيء من هذا القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى لهداية الناس. يقول الله تبارك وتعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وغضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيغ الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. غيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيغ الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وغضي بينهم بالحق وهم وغيل الحمد لله رب العالمين. هذه أواخر سورة الزمر. الله سبحانه وتعالى يبين لنا في مشهد من مشاهد الغيامة: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. وهذه النفخة النفخة الأولى. الله سبحانه وتعالى يبين إنه تكون في نفخة أولى ينتهي فيها العالم كله إلا من شاء الله. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ودي بداية الغيامة. الله سبحانه وتعالى يبين إن النفخة الأولى هي بداية الغيامة. فصعق من في السماوات ومن في الأرض، سواء كان من الملائكة أو من سكان السماوات وأيضا من الذين يسكنون في الأرض، إلا من شاء الله أن يبقيه حيا. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. النفخة الثانية الناس كلها تقوم وتشوف كل شيء مكشوف بالنسبة لهم. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث يقول:
شرار الخلق من تدركهم الساعة أحياء، والذين يتخذون على المساجد إيه السرج أو يبنوا على المساجد والقبور، ده شرار الخلق. ناس يكونوا شغالين في شغلهم وربنا سبحانه وتعالى يأمر بإيه بقيام الساعة، والناس شغالين في الأسواق في الشوارع في ماشين، لكن الرسول قال ده شرار الخلق، ينتظروا النفخة هم أحياء تدركهم الساعة وهم أحياء. والساعة بداية معروفة بالنفخة الأولى، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، وما نعرف الفرق بين النفخة الأولى والنفخة الثانية، ده أيضا متروك لعلم الله سبحانه وتعالى. بعد كده تجي النفخة الثانية، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم غيام ينظرون، لأن البعث ما محتاج لعملية كبيرة، البعث عمليته بسيطة جدا. ليه؟ لأن الناس جاهزين. أما الإنشاء عمليته طويلة، يعني ربنا سبحانه وتعالى من عايز يخلق الناس العملية بتستغرق وقت، لأنه نطفة بعد النطفة تبقى علقة تتعلق في الرحم، بعد شوية تبقى مضغة ثاني، بعدين المضغة دي ربنا قال يخلق عظام فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. بعد كده كمان تجي تربية في الرضاعة، وبعد الرضاعة كمان أما النفخة الأخيرة دي الأجسام جاهزة، كل جسم مدفون في الأرض جاهز والأرواح جاهزة. ربنا قال ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم غيام ينظرون. النفخة الثانية دي بتجي تركب الأرواح في الأجسام، الأجسام موجودة في الأرض، أي جسم دخل الأرض ربنا سبحانه وتعالى عارف إنه الأرض أكلت منه قدر شنو ومحفوظ في الأرض، أي شيء امتصته الأرض موجود. ربنا قال وقد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، محفوظين الناس، ما يفتكروا الناس راحوا بعيد، والأرواح أصلا ما بتموت. النفخة الثانية بتجي الأرواح تركب والناس يقوموا، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم غيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها، لأن شمس ما في، غمر ما في، الأرض بذاتها ما في، والسماوات ما في. وقبيلك تحدثنا في الدرس الماضي ربنا قال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وربنا قال لنا في القرآن يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، دي كلها بتبديل، بيجي وضع جديد، نظام جديد، أرض مكشوفة تنور بنور الله سبحانه وتعالى، لأنه ما في نور ثاني إلا نور الله. عشان كده ربنا قال وأشرقت الأرض بنور ربها. بعد كده ربنا قال ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء ووضع بينهم بالحق. وضع الكتاب كتاب الأعمال، ما في أي حاجة إلا العمل، يوم القيامة أي إنسان بيمشي معاه العمل بتاعه، في من كان الأعمال بالنسبة للناس كل واحد طبعا عمله معاه. ربنا قال وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلغاه منشورا مفتوح، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أيضا كلامك مسجل كله وأفعالك مسجلة، كما قال تبارك وتعالى كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يكتب الكلام اللي بتقوله وأيضا يسجل الفعل اللي بتعمله كله. فيوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى يقول ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء، الأنبياء طبعا هم ربنا أرسلهم للناس، وظيفتهم معروفة، أصل الأنبياء ديل ربنا ما أرسلهم مش عشان الناس يحلفوا بيهم ويعبدوهم أبدا. ربنا بيقول للرسول يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وظيفة واضحة ربنا سبحانه وتعالى بينا عشان الناس يعرف وظيفة الرسل. أيضا الرسل بيجي يوم القيامة، بيجي يوم القيامة كل الأنبياء والرسل ربنا بيجمعهم، وربنا قال يوم يجمع الله الرسل بيسألهم فيقول ماذا أجبتم، هل استجاب ليكم من ولا ما استجاب من، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. رسالة دي نحن وصلناها للناس، أما استجاب وما استجاب ده متروك لعلم الله سبحانه وتعالى، لأن الرسل ما بيعلموا الغيب. وقد يجوز الواحد للرسول يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله يكون منافق ويكون مشرك، عشان كده الرسل ما بيعلموا الغيب، ربنا سبحانه وتعالى بيجيبوا شهداء. ربنا قال وجيء بالنبيين والشهداء وغضي بينهم بالحق، الحق معناها إنه كل أمة من الأمم ربنا أنزل لها كتاب، وكل أمة من الأمم ربنا أرسل لها رسول، ولذلك كل أمة من الأمم بيحاكموها برسالتها ويحاكموها، يجي الرسول الأرسل الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة يجي شاهد. عشان كده ربنا قال للرسول فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد
وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديث. رسول صلى الله عليه وسلم سمع أحد الصحابة يتلو هذه الآية بكى، لأن الموقف موقف خطير جدا، موقف القلوب دي ما بتكون قاعدة في محلها يوم القيامة، القلوب تتنقل من مكان ده تصل الحلق. وربنا قال إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، معناه من قوة الخوف ومن كثرة الخوف ومن الدك تدق لما تمرق من المحل هذا تجي هنا في الحلق. يوم رهيب، وربنا تكلم فيه كثير في القرآن اليوم ده عشان الناس يعملوا حسابهم. أشار للناس قال إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيل. الله قال يوم ثقيل، يوم خطير جدا، وده يوم كل واحد فيكم يستعد له من حسه. واليوم ده جاي، اليوم ده بيبدأ معاك أول ما يجي ملك الموت. من يجي ملك الموت أنت تعرف اليوم ده يوم عسير ويوم قوي ويوم خطير، كما قال تبارك وتعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. الإنسان ما بيحب الموت، أول ما يشوف ملك الموت بيعرف، وأول ما يسحب منك الروح دي أنت بتعرف القضية بتاعتك ماشي وين. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول وجيء بالنبيين والشهداء وغضي بينهم بالحق. الحق أصله أنت من أمة محمد بحاكمك بالقرآن، لأنك أنت مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى من القرآن ومسؤول من الرسول. عشان كده ربنا قال للرسول فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. أنتوا كلكم مسؤولين أمام الله سبحانه وتعالى من هذا القرآن. عشان كده كل واحد أخير يجيب من حسه ويجتهد يفتح الكتاب ده يشوف فيه شنو، ما مسؤول تاني من أي زول، رسول بيجي شاهد عليك. كل الباقي ده كله لعب، ما دون القرآن والسنة الباقي كله لعب. اللعب ده الله ما بيسألك منه، الله بيسألك من الكتاب ده وبيسألك من القرآن وقضيتك مع الكتاب. ولذلك خدت الكتاب، ربنا قال الأمم كلها كل أمة تجي يوم القيامة مع الرسول بتاعه لأنه حيكون شاهد عليها، وكل أمة من الأمم يدعوها يخط لها كتابة، كما قال تبارك وتعالى وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. كلام ده دليل تفسير، الله قال لك القرآن ده بيتكلم بيكلمكم كلام حق، وانت ذاتك ربنا سبحانه وتعالى ركب لك الاجهزه دي لسماع القران ده ولفهم القران وللعمل بالقران. انت ما عندك ثاني طريق تمشي عليه الا الكتاب ده، لو تقرا التوراه ما بيخارجك، لو تقرا الانجيل ما بيخارجك، لو تمشي مع عيسى ولا تمشي مع موسى في الزمن ده انت بتكون اشركت بالله، لانه انت نظامك من امه محمد كتابك القران ورسولك هو محمد صلى الله عليه وسلم. بصرف النظر عن الانظمه الثانيه دي خليك منا، لو حتى تقول انا اتابع رسالة عيسى او رسالة موسى تموت مشرك كافر والعياذ بالله، لانك جحدت بكتاب الله وهدي رسول الله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضى بينهم بالحق. القضاء بالحق بيعرض لك العمل بتاعك اللي عملته كله على ايه؟ على المنهج اللي ربنا سبحانه وتعالى انزله للرسول بتاعك، والرسول يجيب شاهد عليك. ربنا بيسأله هل امرت بكده؟ اذا شهد ليك بالحق انت اتخارجت، اذا شهد ضدك قضيتك خطيرة جدا. ولذلك الشهداء دي بيجوا عشان يشهدوا عليك، شهداء كثيرين جدا. اولا في شهداء من الملائكة، بعدين في شهداء من الاعضاء بتاعت الجسم، وفي شهداء من ربنا سبحانه وتعالى يعرض اعمالك كلها ويسأل الرسول يقول له انت امرت بكده؟ اذا قال نعم يا ربي دي شهادة تنجيك من عذاب الله، وإذا الرسول قال لا يبقى الشهادة ضدك، كما قال تبارك وتعالى وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجر الكتاب وبيشتغلوا به، هجر الكتاب معناها شهادة ضدك، الشهادة ضدك أصل القرآن الرسول قال إما شاهد عليك أو شاهد ضدك، يا يشهد عليك يدخلك الجنة أو يشهد ضدك يوديك النار. أما تاني زول عنده قضية مع زول ما في، عشان الناس يعرفوا إنه كل ناس ربنا أنزل لهم كتاب أرسل لهم رسول بس عشان يجي شاهد عليهم. ولذلك القضاء بيكون بالحق وهم لا يظلمون، ظلم أصل ما في. بعد ما تجي الشهداء كما قال تبارك وتعالى وجاءت كل نفس معها سائغ وشهيد، من الملائكة واحد يجي سائقك واحد شاهد عليك، لأنه أنت موكلين بك ملائكة، واحد يكتب الحسنات واحد يكتب السيئات، يجي يشهد يقول الزول ده شغل اللي اشتغله، بتاع السيئات يعرض سيئاتك، بتاع الحسنات يعرض حسناتك، شهادة.
بالرغم من الشهادة دي كلها. وطبعا دي الرسل ما بيكذبوا برضه، بني آدم ما يقبل، المجرم ما بيقبل، لأنه بيلقى نفسه الشهادة كلها ضده وبيقول أبدا شهدوا علي بالزور والشهادة دي أنا ما بقبله، ويعمل احتجاج شديد. والإنسان مجادل، مجادل هنا في الدنيا ومجادل في الآخرة. وربنا قال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، بتاع جدال، يوم القيامة يجادل كده من كثرة الجدال دي. ولأنه ما بيسكت الله قال بسد الخشم محل الجدال ده بيكفله. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. دي شهادة تانية كمان، إيدك تتكلم تشهد ضدك، رجلك تتكلم تشهد ضدك، بعد كده كمان أضانك دي تتكلم تشهد ضدك، عينك، كل الأجزاء دي اللي ربنا صرفها لك تشتغل ضدك. ولذلك ربنا قال يوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم إيه سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. دي شهادة تانية كمان، بعد كده يخلوك تتكلم. ها بعد الشهادة دي عايز تقول شنو؟ بعد الشهادة دي ما حينكر، لكن بيرجع يلوم جسمه ده، وغالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، غالوا أنطغنا الله الذي أنطغى كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. انتوا كنتوا بتفكروا انه الكلام اللي بتقولوه ده كأنه ربنا ما عنده علم به، وبعدين اقدحسنا ايه أسيئت الظن في الله سبحانه وتعالى. ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا يعتذروا فما هم من المعتبين. ما في زول بيقبل منك عذر لأنه أدوك الوقت الكافي عشان انت تفكر فيه وانت ما فكرت. ربنا سبحانه وتعالى يقول وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ظلم ماس. طيب بعد الغضاء ده الناس بمشوين؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول ووفيت كل نفس ما عملت. كل ذول بيلقى جزاء العمل، بس من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ربنا قال ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. ربنا سبحانه وتعالى عالم بكل ذول بيعمل شنو. بعد ربنا قال وسيغ الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزانتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. بعد ما انتهت المحكمة ساقوا المجرمين، مشوا بيهم وين المجرمين؟ ساقوهم الملائكة ماشين بيهم على جهنم، فاتحوا لهم الأبواب كلها. جهنم أصلا نظامها مغفل عندها أبواب، ربنا قال لها إيه سبعة أبواب، سبعة البيبان دي تتفتح يوم القيامة كلها يفتحها عشان تخش. ولما يفتحوا البيبان دي الموقف ذاته خطير جدا، جهنم دي الشرر بتاع البطاير ذاته. ربنا سبحانه وتعالى وصفه قال انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالغفر كأنه جمالة صف ويل يومئذ للمكذبين. الشلل بالطاير منها زي الغصور كأنه غصور، الغصر طبعا يكون يمكن أكبر من مستوى الجامع ده الشرار بالطاير ساكن ده البقع برا وما الجوة كيف إذا كان هي الشلل بالطاير منها بالمستوى ده. ده كله ربنا سبحانه وتعالى بيصفه للناس بعدين يفتحوها. اليوم يفتحوا جهنم ده يوم خطير جدا، أول ما يجوا خاشين الناس بيقابلوهم طبعا الحرس، جهنم دي عندها حرس من الملائكة تصميم مصمم على نظام النار دي ما تعمل لهم أي حاجة. بعد كده الملائكة ديل بيقابلوا الناس، ربنا سبحانه وتعالى يقول ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم ما يفعلون. وسيغ الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم. بس مفروض الإنسان يفهم الكلام ده كويس، يا ناس في حياتكم الدنيا دي أصل ما جوكم رسل وتلوا ليكم آيات الله. الخطاب ده طبعا موجه لكل الأمم الجايين ماشيين النار من زمن أبونا آدم إلى زمن محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه كم من الأمم كفروا وربنا أغربهم، وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى أيضا يوم القيامة يحكمهم، المجرمين كلهم أخوان بعض يجوا ماشيين.
ناس جهنم ديل بيسألوهم ألم يأتكم رسل منكم يغصون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لغاء يومكم هذا. والحقيقة هنا لابد نجيب وقفة طويلة شوية. انت اذا قضيتك مش مع الناس، قضيتك مع الآيات. الرسل ما قال لكم يا اخوانا ما جوكم أولياء، ما جوكم صالحين لكي يوريكم طريق الله؟ مفروض نفهم الكلام ده. ما قال لي الرسل ذات مهمتهم معاك رسالة. الرسول أصله معناها بيجيك برسالة ببلغك ليها، بعد كده خلاص أغام عليك الحجة بهذه الرسالة. أما ما قال لهم ألم ما جوكم أولياء وصالحين لكي يوريكم طريق الله، ما جوكم مشايخ؟ لا، بيقول لهم ألم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم. ما وروكم الآيات اللي بتدخل جهنم شنو؟ إيه اللي بتدخل جهنم؟ أكبر آيات بتدخل جهنم آيات الشرك بالله والعياذة بالله، لأنك أنت بتكون خالد في النار. سبب الخلود في النار هو الشرك بالله، عشان كده ربنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. الآيات تحت الشرك دي الرسول صلى الله عليه وسلم تلاها ليكم ولا ما تلاها؟ ده سؤال الأخير. السؤال ده نتساءل نحن قبال ما يسألون هناك قبل ما نمشي للخزنة بتاع جهنم، مفتحين الأبواب وبيقولوا لنا يا ناس ألم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لغاء يومكم هذا. أخير نقرأ الآيات من هنا عشان نعرفها قبل ما نقول لهم بلى، لأنه حنعترف نقول الرسل جو، وأي واحد فيكم بيعرف إنه الآيات موجودة، القرآن موجود وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم موجود، لكن هل قريتوا القرآن ده؟ عرفتوا الآيات اللي بتدخل جهنم شنو؟ الآيات اللي بتدخل جهنم آيات الشرك. وربنا سبحانه وتعالى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يلم الناس كلهم، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. أول المحرمات شنو؟ ألا تشركوا به شيئا. دي من الآيات، إذا كان أنت أشركت بالله بقيت من أهل النار دي الخالدين فيها أبدا. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن الشرك، والرسول قال لنا أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. قالوا وما الشرك الخفي يا رسول الله؟ قال الرياء، إنك ترائي بعملك الناس. ولذلك من أكبر أبواب الشرك اتخاذ الأولياء من دون الله سبحانه وتعالى. الناس اتخذوا أولياء من دون الله، مش يقروا كلام الله، يقروا كلام الأولياء، مؤلفات الأولياء، يحلف بهم، يستعين بهم، يستغيث بهم، يذبح ليهم، ينذر ليهم، يطيعهم أكثر ما يطيع الله. وربنا سبحانه وتعالى أيضا بيّن في الآيات دي قال للرسول قل أغير الله أتخذ وليا. أولياء بيجينا نتخذهم من بعضنا، فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. الشرك والكفر جاء باتخاذ الأولياء، وربنا قال أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. أسألكم بالله الآيات دي الرسول ما تلاها؟ رسول ما قرأ القرآن ده للناس؟ ولا أنتوا عشان دارين تقولوا والله نحن ما حضرنا الرسول عشان كده الآيات دي ما بنعرفها؟ الرسول كمان عشان ما تجوا من الغيامة تحتجوا قال لكم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا، كتاب الله وسنتي. والرسول قال للأمة المتابعاه دي بلغوا عني ولو آية. هل الدعاة إلى الله ما بلغوكم هذه الآيات؟ عشان الغيامة ما تجي تعترف تقول أيوة والله الرسل جوا الآيات جات، لكن كنت وين أنت؟ طيب أنت براك عرضت نفسك للنار إذا كان أنت ما بتسمع كلام الله، تسمع كلام واحد ثاني يغشك يقول لك ناديني أنا أسرع من الله. أنت ما عندك عقل؟ تجنب ماسك لك في زول واحد تلقى الليل كله النهار كله في كلام ما فيه خير ليه، يترك كلام الله، يترك آيات الله اللي بتنجيه من عذاب جهنم والأبواب مفتحة دي، ويمسك في كلام الناس ويتابع نظام الناس. عشان كده ده القرآن جاء عشان يبين لك من هنا حتى نحن كأننا في الغيامة. لو الناس يؤمنوا بكلام الله نحن كأننا حتى الآن في مشهد خارجي، مش هنا في الدنيا، نحن في الغيامة حتى. ربنا سبحانه وتعالى يقول وسيغة الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم. انتوا قلتوا نحن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هل محمد صلى الله عليه وسلم ما تلا الآيات دي وما ترك لنا القرآن دي عشان نهتدي به؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم أنا أشهد بأنه قرأ هذا القرآن وبين للناس، والله الذي لا إله إلا هو أي إنسان يجي يوم القيامة مسؤول. ليه؟ لأن القرآن أيضا بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى يقول للرسول كتاب أنزل إليك
فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء غليلا ما تذكرون. وكلمة أولياء معناها بتولوهم أموركم من دون الله سبحانه وتعالى. انتم ما محتاجين لمنهج ولا محتاجين لحكم ناس ولا محتاجين لنظام ناس. انتم نظامكم جاهز، خلاكم الرسول صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أي إنسان زاغ من القرآن ده معناه إنسان هالك، مفتوح له أبواب جهنم يخش على طول، ما في أي حاجة تحجبك من أبواب جهنم طالما إنك أنت بعيد من فهم كتاب الله، بعيد من فهم دين الله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول وسيغ الذين كفروا، وكلمة كفروا معناه رفضوا القرآن. ما في حاجة اسمها ده أحمر وده أزرق، ده الكفار خواجات، نحن ما سودانية مسلمين، ده كلام ناس. الكفر هو رفض القرآن. ربنا قال وغال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وغال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. بعد كده ربنا حولهم طوال وين الغيام، قال ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. فالله سبحانه وتعالى ببين لنا إن الناس الخاشين الأبواب المفتحة دي قضيتهم الأولى بيسألوهم خزنة جهنم. ربنا سبحانه وتعالى يقول حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وغال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. الرد إيه؟ قالوا بلى، اعترفوا الرسل جو. وانتوا حتى تعرفوا كلهم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وتعرف القرآن ده كلام الله ربنا سبحانه وتعالى أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. أنزل ليه؟ ده السؤال الحق يعرفه الناس، ليه ربنا سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن وليه ربنا سبحانه وتعالى أرسل الرسول. أرسل الرسول عشان يرين للناس الطريق، وربنا سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب وأرسل الرسول رحمة للناس. ربنا قال للرسول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة، لكن الناس تركوا هذه الرحمة وتركوا شرع الله وتركوا دين الله وأصبحوا تمسكوا بإيه؟ بالباطل. والباطل كمان يجادلوا ليه، وربنا قال ومن الناس من يجادل بالباطل، جدال بالباطل عشان إيه؟ عشان يحطموا بالحق. لكن الحق ما بيتحطم، الحق ده حارسنا، وحيجي اليوم أن نعرف فيه الحق من الباطل اللي هو يوم إيه؟ يوم القيامة بعد ما تتفتح أبواب جهنم. وربنا سبحانه وتعالى على لسان الخزنة ديل قالوا لنا ألم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرون لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. حق من عند الله سبحانه وتعالى على إنه يعذب هؤلاء الكافرين. بعد كده غيل ادخلوا أبواب جهنم، هي الأبواب فاتحة خش. فبئس مثوى المتكبرين، تكبر المنع الناس ما يجري القرآن ده السبب شنو؟ الكبرياء، بس ما في حاجة تاني. الناس تكبروا، الكبرياء جات نتيجة انه الناس وصلوا مستوى في الفهم وفي العقلية، انهم وصلوا مستوى في من وتعالى نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون، نسوا كلام الله. ولذلك المؤمنين حتى كان تجي تمتحيهم تختبرهم في الكتاب ده تلقى الاغلبية الساحقة من هنا ساكتين، خلي لما يمشوا الغيامة. وكل ما جاء داعي من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، لما تراجع القرآن تلقى الداعي يدعو إلى الله سنين طويلة ما يلقى استجابة. يكفينا نوح ربنا سبحانه وتعالى لما قدم كشف الحساب قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. بس الناس حتى ما متكبرين إلا على الدعوة بتاعت الله، لكن أي حاجة مستجيب لها، أي شيء أوامر ونواهي تصدر من مخلوق التنفيذ 100%، لكن أوامر ونواهي تصدر من عند الله سبحانه وتعالى التنفيذ كم؟ ولا 1%، ولا 1% لو جات النسبة صحيحة ولا نجد 1% بينفذوا كلام الله. ليه؟ لأن الله ما عنده عساكر يقبضوا واحد هنا ولا عنده قضوات هنا في المحاكم، عشان كده الناس ما بخافوا، لكن الناس بخافوا من الأشياء المادية دي. لكن لابد الناس يعرفوا ربنا سبحانه وتعالى عنده جنود، لما يجيك بتشوفه بعينك، يجيك ملك الموت. عشان كده ربنا قال قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا
فارجعنا نعمل صالحا إنا موغنون ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لغاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. خلد خالدين في جهنم. الكلام ده هزار بارك الله فيكم ولا كلام جد؟ ولا نحن ما بنفهم الكلام ده؟ ما كلام بزع ربنا وشان ينأكد لنا ربنا يقول لنا إنه لغول فصل وما هو بالهزل. الله قال ما تفتكروا كلام هزار. لكن قابلنا كيف الكلام ده؟ الطريقة اللي قابلنا بها كيف؟ يتوفاكم ملك الموت. دي انتم ما شايفين كل يوم ننقل أخواننا نوديهم المقابر الدور ما جايين؟ الله بيقول للرسول كلموا قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. بعد كده انت ماشي وين؟ ثم إلى ربكم ترجعون. طوال تمشي لأرض من قبضك دي تمشي لأرض. بعد كده ربنا يقول ولو ترى يا محمد إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم مستسلمين. ليه استسلموا؟ لأنه شافوا جهنم. ربنا أبصرنا وسمعنا حتى شفنا بعيننا. ده ما كلام تاني يقولوا فيه مغالطات. أهيدي جهنم شفنا، ترمي بشررك الغصر شفنا، أبواب مفتحة شفنا، هذا أهيدي شنو حزن. ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موغنون. حتى نحن ماشيين متأكدين 100%. طيب جبال الآيات دي لما تتلى ما في 100% ولا قال إنه كلام هزار ده؟ حتى لما شفتوا جهنم خلاص استيغنتوا عايزين ترجعوا تاني؟ ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موغنون. ربنا قال ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لغاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. بعد كده ربنا يقول إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وغيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. دي الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. واحدين قالوا ربنا غلبت علينا شغوتنا كثرت الشقاوة. نحن مشغولين بمعايش الأولاد ومشغولين بمعايش أزواجنا. عشان كذا الله قال إن من أولادكم وأزواجكم عدوا لكم فاحذروهم. طالما منعك آيات الله طالما منعك كتاب الله أكل ربهم أنت وهم تخشوا في الناس. ثاني في شنو؟ سمينهم وأصلا معاهم وتخشوا في جهنم. تلقى الواحد الليلة مهتم قفته دي 100% لكن أبدا ما بتكون معها آية واحدة من كتاب الله. وكأنه يأكل ويشربهم ويسمنهم وبعد كده يمرقهم متبرجات بناته نساء متبرجات كأنه الآيات ما شغالة معه في الناحية دي. بس المهم إيه؟ حياة الدنيا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون الآخرة. سابوا الآخرة وحبوا الحياة تحت الدنيا دي. فبارك الله فيكم. القضية دي قضية كبيرة جدا. الدعوة قدر ما الداعي يدعو بذكر الناس بعد الناس يستجيبوا ولا ما يستجيبوا. وهو لكشف الحساب قدموا الداعي اللي اشتغل 950 سنة بيّن لنا إنه الدعوة كانت ماشية كيف. دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا إلى آخر الداعية. ولذلك بارك الله فيكم قضيتنا مع هذا القرآن والله حنمشي نجيف ونندم. القرآن كله يكلمنا كده. ولذلك كان المشكلة الأولى والأخيرة في عدم الاستجابة هو الناس ما عايزين يستجيبوا للتوحيد. أصل الناس حتى كلها مشكلتهم التوحيد والاستكبار ده في شنو؟ في لا إله إلا الله. عشان كده الناس لو فهموا لا إله إلا الله الحكم بما أنزل الله ساهل. لكن طالما الناس مشركين يستحيل يتحكم كتاب الله مستحيل. ولذلك الناس العايزين يحكموا كتاب الله بدون عقيدة دير عايشين في وهم عايشين في خرافات. لأن الإنسان اللي ما عنده عقيدة هو ذاته كان بقى داعي إلى الله يجر أي واحد. يعني ممكن يشترك في أي وضع. ليه؟ لأنه في حد ذاته صاغت في التوحيد. وذول صاغت في التوحيد ما بجيب لك حكم بما أنزل الله. أما ذول ناجح في التوحيد ممكن يحكم كتاب الله في نفسه. عشان كده جاء الاستكبار كله في دعوة التوحيد. وربنا قال إنهم كانوا إذا غيل لهم لا إله إلا الله
يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. دي قضية الناس، عدم التوحيد حمى الناس يحكموا كتاب الله، حمى الناس يقروا كلام الله، حمى الناس يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الناس ساكتين في التوحيد. وما في طريقة لحكم بما أنزل الله إلا بعد التوحيد، لأنه في وعد من الله، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. بس تطلع من الشرك انت خارجت نفسك، أما انت مع الشرك ده كله ربنا سبحانه وتعالى بيسبل لنا الآيات دي عشان نعرف انه القضية قضية استكبار. وأيضا يقول الله تبارك وتعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. بكل قضية الناس، والناس حتى أصبحوا الناس اللي استكبروا ديل وجدوا الناس كلهم مشوا معهم، لكن قضيتهم قريبة. ربنا سبحانه وتعالى قال وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار استأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. الناس حتى مع إسيادهم وخبراهم لكن يوم القيامة ربنا قال يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. عمل لك إيه؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خزولا. لذلك بارك الله فيكم القضية تحت الغيامة دي قضية كبيرة، القرآن يتحدث فيها كثير عشان الناس يعملوا حسابهم. ربنا قال وسيغ الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وغال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى. وبعد ما يخش جوه برضو عندهم مشاكل داخلية، مشاكل الداخلية بعد ما يخش جوه جهنم دي جوه صعبة جدا، يرجعوا برضو مرة أخرى لإيه؟ لخزنة جهنم. ربنا قال وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا لنا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. بس يوم واحد، مش عايزين يمرق، هم عارفين مرق ما في، لكن عايزين إجازة يوم واحد بس، يوم واحد يكون بطالة ما في حريق. ادعوا لنا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. وخلوا بالكم للرد، قالوا ألم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات. جبيري برضو قال ليهم الكلام ده، وحس تاني لما يكررون يقول له يا جماعة انتم تكلمون الكلام ده، الرسل ما جوكم بآيات بينة واضحة؟ قالوا بلى. قال لهم طيب ادعوا انتم وراكم. ربنا قال وما دعوا الكافرين إلا في ضلال. ما يلقى إجابة لما يقنعوا من الحرس زي يمشوا كمان للرئيس الحرس لمالك. وده كله ربنا بيحكي لنا في مشاهد الغيب، مالك كل المجرمين يتلموا له ويمشي ونادوا يا مالك هذا ايه شنو ليقضي علينا ربك. الدول ده ما دايرين خروج لكن دايرين موت، موت ما في يوم القيامة. حس اي ذول هنا ما داير موت، لكن يوم القيامة الناس في جهنم دايرين موت، موت ما في، لانه ربنا سبحانه وتعالى انتهى من قضية الموت ده. الموت ده والحياة ده اصل خلقوا لاشياء بسيطة. ربنا قال خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أما بعد ما تمشي هناك الغيامة في الغيامة، موت ما في، في النار في النار، في الجنة في الجنة، على كيفك. إذن دي حياة بالله تبدل بيدي دي حياة، حياة بتاعة موت، أنت محكوم عليك بالإعدام هنا، تبدل بحياة أبدية عشان تمشي تخش جهنم لو في عقل بسيط. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. يا مالك استجي كلم الله يخليك تنه بس مرة ينتهي منه. مالك رد لهم قال إنكم ماكثون. النظام عندنا هنا كده موت مات، بس جلودكم دي تتحرك نغيرها نجيب واحدة تانية. ربنا قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. بس ده النظام كده، نظام إنكم ماكثون. طيب جريمتنا شنو؟ سببنا شنو إنكم بالصورة دي؟ لقد جيناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. حتى الأغلبية الساحر يقول لك قال الله قال رسول الله، بس خلاص تقوم المشاكل. الأغلبية
يحكموا بغير ما أنزل الله. الأغلبية ما عندهم أي ارتباط مع دين الله ولا شرع الله، عشان كذا مالك بيرد لهم، وده منظر عشان الناس يعرفوه من هنا قبل ما تمشي هناك. لقد جئناكم بالحق، والحق هو جابه محمد صلى الله عليه وسلم، عشان كذا ربنا قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. المشركين ما يقبلوا دين الحق، لأنه حتى بيحكم بغير ما أنزل الله، إذا قلت له يا أخي حكم كتاب الله ما يقبل، وتكون أنت في نظره مجرم تستحق الغبح. وكم من الناس إذا حاولوا حتى يتحدثوا بالحكم بما أنزل الله يبقى مشكلتهم إنهم هم مجرمين في نظر الناس، بيحكموا بغير ما أنزل الله يستحقوا الغبح. أيضا الناس يعبدوا الله بغير ما شرع الله، إذا تحدثت عن يعبد الله بطريقة محمد تبقى أنت مجرم وممكن يتعرض نفسك للغبح. وهكذا كل ما جاء داعي من الله سبحانه وتعالى يوجه الناس للدين الحق لاقى ما لاقى من المشاكل. وأقرأ القرآن عشان تشوفوا مشاكل الرسل مع الناس. رسل جو من عند الله بصرف النظر عن الدعاة اللي بيجوا بعدهم. الرسل ذاتهم مشاكلهم كثيرة جدا، خصوصا لما نجوا في التوحيد ديه. الرسول صلى الله عليه وسلم في الجاهلية الأمين الصادق الأمين الصادق، أول ما قال للناس لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحد إن هذا لشيء عجاب، وكل المجتمع بقى ضده. وهكذا وكلمة لا إله إلا الله معناه تحكيم شرع الله، معناه اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يبين الله سبحانه وتعالى نظام الصف الثاني بعد ما بين لنا نظام المجرمين يوم القيامة. أيضا يقول تبارك وتعالى وسيغ الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وغضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بعد ما ربنا سبحانه وتعالى وصف لنا أصحاب النار أيضا يصف لنا الصف الثاني اللي هم أصحاب الجنة، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. ربنا قال وسيغ الذين اتقوا ربهم، ودي قضية الدخول بتاع الجنة، التذكرة بتاعت الدخول التقوى. وسيغ الذين اتقوا ربهم، اتقوا معناها خافوا عذاب الله، رفضوا أن يعرضوا نفسهم لمعصية الله سبحانه وتعالى. والتقوى دي أيضا الناس إذا عايزين يتقوا الله في طريق التقوى واضح اللي هو هذا القرآن، ده طريق التقوى. يعني معناها أنت إذا ما عايز تعرض نفسك لعذاب الله ترجع إلى كتاب الله، ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هؤلاء المتقين معناها قروا كلام الله، عرفوا الحلال حللوا وعرفوا الحرام حرموا، اجتنبوا الأشياء ربنا حرمها وأطاعوا الله على بينة وعلى علم. سبحانه وتعالى ومعلم هذه الدعوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباقي ده كله ساكت، كلام بتاع ناس ساكت واجتماعات على باطل. لكن إذا أنت عايز تبتغي الله أقرأ كلام الله. ربنا يوريك صفات المتقين ويوريك صفات المنافقين عشان تجتنبها، ويوريك صفات المشركين تجتنبها. وهكذا ربنا سبحانه وتعالى يقول وسيغ الذين اتقوا ربهم، وديل هم المكرمين. ما فيش جنسية، ما فيش مثلا حسب ولا نسب أبدا. حتى الله بيضرب الأمثال بأعلى الناس اللي هم الأنبياء عشان ما يجوا الناس يوم القيامة يقول لك والله فلان ده ما قريب فلان وده قريب فلان. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، ربنا قال كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وغيل ادخل النار مع الداخلين. طالما انهم نسوان عقيدتهم فاسدة وهم نسوان انبياء ورسل ورسل من اولو العزم، الرسالة والنبوة بتاعت ازواجهم ما بتعمل لهم حماية من عذاب الله، هم في جهنم. وضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة فرعون مشرك كافر ملحد قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. المثل ده الله بيضربه للناس عشان يعرفوا انه يوم القيامة القضية قضية التقوى. حسب نسب ما في مرض فرعون تكون في الجنة، ومرض نوح الشغال داعي الى الله 950 سنة مرض في النار ولد في النار. ليه؟ لانه ما في عند الله تحيز بحسب ولا نسب. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لفاطمة بنته
طبعا يحب كلكم تعرف، يقول لا يا فاطمة بنت محمد اعمليه إني لا أغني عنك من الله شيئا، عشان بعد كده الناس بعد كده يقول لك فلان ده ما جد الرسول، وجد الرسول يعمل له شنو الناس؟ جد الرسول يتقي الله أكثر من الناس الثانيين عشان يخارج نفسه. والرسول صلى الله عليه وسلم لما أهله كلهم عشيرته قال لهم ما تجوني بأنسابكم، الناس يجوا بالأعمال، كل زور يعمل. وربنا قال لي أنذر عشيرتك الأغربين، أنذرهم، مش قال لي بشرهم، قال لي أنذرهم، خوفهم من الناس دي عشان يطيعوا الله ويطيعوا الرسول. ولذلك بارك الله فيكم قضية الناس يوم القيامة التقوى بس، ده اللي بيقيمك. أما فلان كده وفلان كده ده كله كلام بتاع ناس. ولذلك ربنا جاء صفات الأولياء قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما قال الناس فلان وفلان وفلان زي ما بيسموهم الناس، قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. كل واحد فيكم آمن بالله واتقى الله يوم القيامة الناس يخافه ما يخاف، الناس يحزن هما يحزن، لأنه ذي من أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بعدين كالجنسية والحسب واللون والنسب ده ما له أي قيمة. ربنا قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وغبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثاني ما في حاجة تلمك مع الله إلا التقوى دي، ولذلك هي التقوى اللي بتغيمك. ربنا قال وسيغ الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وغال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وديلك جبيلك لما قابلوهم الحرف قال لهم شنو؟ وسيغ الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وغال لهم خزنتها ألم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لغا يومكم هذا؟ قالوا بلى. قال خلا تدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. فالناس كان يميزوا يعرفوا إن القضية تحت الناس هي الآيات. ديل المؤمنين ديل اتقوا الله عرفوا كلام الله، قالوا كتاب الله، فهموا كلام الله، خارج نفسه من عذاب الله، ده سبب التقوى بتاعهم. عشان كده قال لهم ايه طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. والوعد جوين، الوعد جاء في القرآن، وعد واضح. ربنا سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، وعدهم بإيه؟ جنات، وعدهم إيه؟ محمد رسول الله والذين معه. القرآن يتحدث كثير في الوعد ده عشان الناس يفهموه. صدقنا وعده وأورثنا إيه؟ الأرض، الأرض الحقيقية، نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. الأجر ده لقوه نتيجة عمل، دراسة وعمل، البدرس دراسة صحيحة وبيفهم فهم صحيح وبيعمل عمل صحيح بيلقى جزاه عند الله. اما انك انت كونك لا دارس لا بتدرس كلام الله ولا بتعمل بنظام الله بتضيع وقتك ساكت والزمن يروح عليك لما تجي تلقى ملك الموت وقف معاك ونقلوك للغيام وانت ما عامل اي حاجه. وربنا يقول ان تلكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون. بالتقوى، العمل ده هو عمل التقوى، انهم اتقوا ايه؟ اتقوا الله سبحانه وتعالى. وربنا قال ان المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين. بعد كده ربنا قال وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وغضي بينهم بالحق وغير الحمد لله رب العالمين. وفي مشهد من مشاهد القيامة ربنا سبحانه وتعالى في هذا اليوم بينزل العرش كله حملاه ملائكة. ربنا قال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية غطوفها دانية كله واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة العرش ده حتى موجود، وإن كان كثير من الناس يجهل مكانة العرش والكرسي. وربنا بيقول وسع كرسيه السماوات والأرض. وربنا سبحانه وتعالى يقول الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وبعلمه في كل مكان. ولذلك كثير من الناس يجهل الأسماء والصفات بعدم فهمهم الصحيح لآيات الله ولأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سمعتم الكثير ما دار في هذه المحاضرات في هذا المسجد. الله سبحانه وتعالى يوم القيامة هذا العرش ينزل، وربنا قال تحمل ملائكة، وربنا قال وترى الملائكة حافين من حول العرش ملتفين حول العرش ملائكة يعلم عددهم الله سبحانه وتعالى يسبحون بحمد ربهم سبحان الله والحمد لله وغضي بينهم بالحق وغيل الحمد لله رب العالمين.
فده كل ربنا سبحانه وتعالى بيقص لنا في القرآن عشان الناس يميزوا. ولذلك بارك الله فيكم، ما عندكم مفر إلا مع هذا القرآن، وما عندكم طريق يخرجكم من عذاب الله إلا هذا القرآن. فكل إنسان يجد ويجتهد الباب مفتوح عشان تقرأ كلام الله، عشان تفهم كلام الله. انت خلقوك عشان من أجل هذا القرآن، والقرآن ربنا سبحانه وتعالى أنزل من أجل الإنسان، كما قال تبارك وتعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. ليه؟ لأنك أنت مخلوق ومكيف ومنظم على فهم القرآن ده، وعبادتك ونظامك وصلتك بالله كلها إذا ما بقت مربوطة مع القرآن ده، أنت ما عندك صلة بالله، لأنك أنت ما عندك صلة مع كلام الله أو تعليمات الله أو ما فرضه لك الله سبحانه وتعالى. يبقى ما لك أي قيمة كونك تتلم على أي نظام تاني، نظام ما يقوم على كتاب الله، نظام باطل. وربنا قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. أي عمل ما فيه طاعة لله، ما فيه طاعة للرسول، عمل باطل. ولذلك جد واجتهد عشان تعرف كلام الله وتميز بين الحق والباطل. أكتفي عند هذا الحد، وأسأل الله أن يهديني وإياكم صراطه المستقيم، وأن يرني وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه تعالى سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الحاكم في مستدركه، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة رسوله، ولن يتفرقا حتى يرجع عليه الحوض. ويقول أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أبو داود في سننه والترمذي في سننه أيضا عن الأغباد بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن أمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وروى الإمام أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وددت لو رأيت إخواني قالوا: نحن إخوانك يا رسول الله. قال: بل أنتم صحابتي، ولكن إخواني الذين يلونكم. الماسك على دينه كالقابض على جمر، أجره كأجر 50 منكم. قالوا: بل منهم. قال: بل منكم. قالوا: لما أو بما يا رسول الله؟ قال: لأنهم آمنوا بي ولم يروني. وإن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى ولا أطيل عليكم، أتناول معكم حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ويقول المولى تبارك وتعالى أولا مخاطب هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: فاستمسك، أي يا محمد بقوة، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. إذن يجب علينا كدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، يجب علينا أن نحمل هذه الدعوة كما حملها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن أولي بالله سبحانه وتعالى. سالت دماء الرسول وهو يدعو بكلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولكن للأسف الشديد كثير من المسلمين، وأعوذ بالله قبل أن أبدأ حديثي،
للأسف الشديد والله لا يعرفون من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم شيء. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع القذة بالقذة ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى. قال فمن؟ للأسف الشديد كثير من المسلمين حتى هذه اللحية، ولقد تكلمت من قبل في هذه اللحية، للأسف الشديد كثير من الناس يقولون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإذا جب الناس وقلت له يا فلان هذا نص الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أعفو اللحى وقص الشوارب، وفي رواية أعفو اللحى وألهق الشوارب خالف المجوس، وإذا احتج احتجاج أعوذ بالله باطل. قال لك أنا شغال في الحجة الفلانية وأنا كذا، لكن الإيمان يا إخواني بارك الله فيكم له أثر، لأن ربنا يقول إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، إلى الذين أفلحوا في الدنيا وفي الآخرة جنات تجري من تحتها الأنهار. ولكن للأسف الشديد في المسجد هذا تلقى واحد يصلي الله أكبر ما يصلي على سترة، إذا قلت له يقول لك الكلام ده جديد يفتح السيء أو ده والله ما جديد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للصحابي لا تصلي إلا على سترة ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فقاتله فإن معه القرين. إذا بارك الله فيك، إذا قلت لك قال رسول الله بعد ذلك تحتج بقول فلان والعالم الفلاني، ليه تقدم قول العالم على قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله.